بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في اللقاء الثالث، اللقاء التعليمي الثالث لمادة نظم معلومات محاسبية، سنتطرق اليوم إلى موضوع مهم جدا من مواضيع نظم المعلومات المحاسبية، امتدادا للمحاضرة السابقة التي سبق طرحنا. الموضوع هو نظم المعلومات ومركزية ولا مركزية الهيكل التنظيمي. طبعا نظم المعلومات ومركزية ولا مركزية الهيكل التنظيمي، عندما نتكلم عن أثرها نتكلم عن هل هذا النظام المعلومات هل ينبغي أن يكون مركزي أو لا مركزي، بمعنى هل يكون تابع للإدارة العليا أم يكون لكل إدارة نظام مركزي مستقل. هذا الذي سنتناوله بتفصيل في إيش الفقرات السابقة القادمة إن شاء الله. طيب، مثلا اولا سنتكلم عن اولا اثر ادخال نظام الحاسوب الالكتروني في الهيكل التنظيمي. ما نقصد الهيكل التنظيمي معناه الهيكل التنظيمي للشركه او للمنشاه. لذلك ادخال نظام المعلومات او نظام الحاسب الالكتروني يؤدي الى احدى التغييرات في الهيكل التنظيمي المشروع. ما نوع هذه التغييرات؟ طبعا تتعلق هذه التغييرات بعملية جمع وتشغيل البيانات في الأقسام الإدارية والفنية المسؤولة عن توفير هذه البيانات، والتي تحتاجها الإدارة بصفة خاصة بالإضافة إليها إلى الهيئات الخارجية أو الذي هم الأطراف الخارجية المرتبطين بالمنشأة. من هذه النقاط أو النواحي إعادة توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤولية، أو بمعنى هذه الآثار، أولاً إعادة توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بين الإدارات التي يتضمنها الهيكل التنظيمي. لذا نظراً لأن الحاسب الإلكتروني سوف يقوم بكثير من العمليات التي كان يتم إنجازها بتلك الإدارات، سوف يؤدي هذا بالطبع للاستغناء عن بعض الإدارات وتخفيض حجم العمليات. ليش؟ لأنه معتمد على إيش؟ الحاسب الآلي، بالتالي بيأثر على الهيكل التنظيمي. أيضاً يساعد في تخفيض عدد العاملين في تلك الإدارة وتحويلهم إلى إدارة الحاسب الآلي بعد تدريبهم على الوظائف التي استخدمها نظام الحاسب الإلكتروني. مدخلي البيانات كذلك أكيد أنه في ظل الانتقال إلى العمل الإلكتروني سيكون عدد العاملين أقل مما كان عليه في النظام التقليدي أو النظام اليدوي. طيب، من تتبع؟ احنا سؤالنا يدور اليوم الذي هو عبارة عن إدارة أو إدارة النظام والحاسب الإلكتروني، هذه أي إدارة تتبع؟ طبعا في عدة آراء، منهم من قال ضروري تكون تبعية الحاسب الآلي. ليش؟ الإدارة المالية، وجاب حقها justification اللي هي إيش؟ التبرير. إيش قالوا؟ بنأخذها بالتفصيل. وبعضهم قال لا، إدارة التشغيل الإلكتروني تتبع إذا تكون إدارة مستقلة للحسابات الإلكترونية وتتبع الإدارة العليا. طبعا وكل الرأيين، كل خلص إلى بعض الأسباب والمسببات كذلك الميزات، وكذلك بالنسبة للرأي الثاني. لنتناول الرأي الأول الذي يقول بأنه ضروري أن يتبع الحاسب الآلي للإدارة هيش المالية. ايش الاسباب؟ السبب الاول، يعد قسم الحاسب الالي او الحاسب الالكتروني احد اقسام ايش التي تنقسم تكون منها الاداره الماليه. لذلك تتكون مثلا من عده معان: الحسابات الماليه وحسابات التكاليف والمرتبات والاجور والضبط الداخلي. لذا وفقا لهذا الراي فهي تتبع ايش من الاداره الماليه، بالاضافه الى انها ايش طبعا إلى قسم التشغيل الإلكتروني للبيانات أيضا يتبع الإدارة المالية. كما يرى المؤيد لهذا الرأي أنه لا غرابة في هذا الاتجاه، نظرا لأن تطبيقات الحاسب الآلي بدأت منذ البداية بالأعمال المحاسبية التابعة للإدارة المالية، وبالتالي فإن تبعية نظام الحاسب الإلكتروني للإدارة المالية شيء منطقي. لكن هناك وجهة نظر أخرى، طبعا
يقول المؤلف ايش قال؟ قال في رأيه انه تتفق هذه الرؤيه بان الحاسب الالكتروني او اداره الحاسب الالكتروني تتبع الاداره الماليه تناسب المشروعات ايش؟ الصغيره والتجاريه، المشروعات الصغيره ايش؟ المشروعات الصناعيه والتجاريه التي ايش؟ تكون ايش؟ صغيره الحجم، بينما لا يتناسب مع المشروعات ايش؟ كبيره الحجم والتي تمارس انشطه ماليه كبيره كالبنوك، شركات التأمين، المؤسسات الأخرى التي تمارس أنشطة متعددة، وذلك لماذا؟ لاختلاف طبيعة النشاط وحجم إيش العمليات وانسياب إيش البيانات. لذا إذا واجهك سؤال قد يناسب إدراج الإدارة أو الحاسب الإلكتروني تحت الإدارة المالية في المنشآت الصغيرة، هذه بتكون الإجابة إيش؟ صح. ليش؟ لأن تكون العملية فيها بسيطة، الأنشطة غير متعددة، طبيعة النشاط وحجمه ونسب المعلومات فيها سهلة وصغيرة، بينما في ظل الكبيرة لو كان مثلا السؤال يقول لك إيش يتناسب إدراج الحاسب الإلكتروني تحت الإدارة المالية في ظل المنشآت الكبيرة أو في مثلا في إيش في البنوك، لو قال في البنوك هتقول غلط، لأن البنوك لا تندرج تحت المنشآت الصغيرة، تعتبر كبيرة، حجم العمليات فيها كبير جدا، انسياب المعلومات كبير، طبيعة النشاط تختلف، لذا لا يناسب الرأي الأول المنشآت الكبيرة وكذلك المتوسطة. طيب الرأي الثاني الذي يقول أنه ضرورة الاتجاه إلى إنشاء إدارة إيش؟ إدارة حاسب آلي أو إلكتروني إيش؟ مستقلة، تم إعدادها بشكل إيش؟ مستقل، ما تكونش تابعة لأي إدارة. لكنها وهذا عمل تحت خط تتبع رئيس مجلس الإدارة كأي إدارة أخرى، ما تكونش مستقلة عن الإدارة عن الشركة بشكل عام، لكنها تتبع إيش رئيس مجلس الإدارة كأي إدارة أخرى في الهيكل التنظيمي، وذلك الأسباب الآتية. ما هو السبب الأول؟ طبعاً حسن كفاءة استخدام جهاز الحاسوب أيضا، وحتى لا يستقل لصالح إدارة إيش معينة دون أخرى. إيش الرأي فيه؟ نتفق مع هذا الأسباب، في أسباب أنه مؤيدي هذا الرأي، أدرجوا بعض الأسباب التي تبرر إدراج أو عمل إدارة مستقلة للحاسب الآلي. أولا لأنه يتناسب مع أحجام المشروعات كافة، سواء كانت صغيرة كبيرة أو إيش متوسطة، لذا هذا بيناسب جميع إيش الأشكال، سواء كان تجاري صناعي أو خدمي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن وجود إدارة مستقلة للحاسب الإلكتروني يساعد في جميع الحالات على إنشاء نظام معلومات متكامل يوضع في خدمة جميع الحالات الأخرى ووجه النشاط، بمعنى أنه إيش بيحصل تكامل ما بين إيش بينظر النظام للمنشأة بشكل عام ككل، وبالتالي بيعمل فيما يتعلق بيتنسق جميع الإدارات، بتخدم النظام جميع الإدارات، بيأخذ في اعتبار جميع الإدارات بشكل إيش متساوي وبكل حسب الاحتياج لكل إدارة، فيما لو كان بشكل مستقل قد تستفيد من إدارة دون الأخرى. أيضا النقطة الثالثة، يعد نظم المعلومات المتكامل الذي هو Integrated System الذي بنجيله Integrated System اتجاه حديثا لتطوير نظم المعلومات داخل المشروعات، وتتفق هذه النظم المتكاملة مع الاتجاهات الحديثة في نظم التكنولوجيا. لذلك نحن رأينا في ظل الرأيين اللي هو الرأي الأول أنه تكون إيش تبعية للإدارة المالية، وقلنا أنه برروا بارتباطه بأسماء بالأنظمة المحاسبية، وأنه بداية استخدام الأنظمة المحاسبية كان بارتباط العمليات المحاسبية،
وايضا قالوا انه هذا ممكن ايش يناسب، ايش يناسب المنشات ايش الصغيره، صغيره الحجم. بينما مؤيد والراي الثاني تكلموا انه يتم انتاج عمل او انشاء او تاسيس اداره مستقله للحسابات تتبع مجلس الاداره ككل بشكل عام، ووضعوا بعض ايش اسباب تاييدهم لهذه ايش لعمل اداره مستقله، وهذه الاسباب مثل ما ذكرناها انفا. طيب، لذا يرى البعض ان تطبيق المدخل المتكامل للنظام الذي هو الشكل الثاني للنظام ككل الذي هو الانتجريتد هذا في الاداره، يعني النظره الشموليه تنظر للنظام بشكل عام، بحيث ينظر المشروع كنظام متكامل يتكون من عدد من الوظائف المختلفه، بيتكون من الانتاج، بيتكون من المشتريات، المخزون، التسويق، الاد، الشؤون الماليه والشؤون الاداريه الى اخره. طبعا هذه الوظائف يمثل كل منها نظاما مش فرعيا، هنا نظام. هذه الانظمه تشكل ايش النظام الرئيسي الذي هو النظام المتكامل. لذا يؤدي هذا النظام الى تحقيق التكامل بين الوظائف المختلفه، مما يساعد على تحسين السيطره والتوجيه السليم لنشاطات الافراد المختلفه داخل المشروع، وتؤدي بالضروره الى تحقيق ايش اهداف النظام هذا في اطار ايش المحيط الخارجي دائم التغير. إذن أوجه التكامل في نظم المعلومات تكون كالتالي. كيف يتم التوازن؟ ماذا يحقق هذا المدخل؟ يحقق هذا المدخل التكامل بين الوظائف المختلفة للمشروع، وذلك بخلق سلسلة من الصلات المنطقية بين جميع البيانات ومعالجتها وتطبيق طرق الإدارة واتخاذ القرار والرقابة على الأداء. كذلك يساعد تحقيق التكامل بين الموارد البشرية والحاسبات الإلكترونية، مثل التكامل بين الواجبات الملقاة على عاتق المدير والواجبات التي يقوم بها الحاسب الإلكتروني من أجل أهداف معينة، من أجل تحقيق أهداف إيش معينة. طيب، ما هي الأسباب إيش التي أدت إلى ظهور الأنظمة المتكاملة؟ ما هو الأسباب التي ظهرت أدت إلى ضرورة ظهور الأنظمة المتكاملة؟ أولا التكنولوجيا، الظهور التطور السريع في وسائل تجهيز البيانات، وكذلك التطور في التكنولوجيا المعلومات دعا بالضرورة إلى ظهور ما يسمى بالنظم أو ما يسمى بالنظم المتكاملة. كذلك رغبة المشروعات في تحقيق المزايا المترتبة على تطبيق هذه النظم المتكاملة بما يخدم إيش المنشأة وأدائها. فلو نجي مثلا للسبب الأول التي أدت إلى ظهور النظم المتكاملة، السبب الأول يتمحور حول التطور، يتمحور حول إنه الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة. كيف نحقق أكثر استفادة من التطور في مجال التكنولوجيا، والذي يوصي بدوره بتوحيد أيش النظم المتفرقة في نظام معلومات يعالج فيه البيانات بشكل موحد، ومن ثم توزيعها على أيش الإدارة الفرعية أو الأنظمة الفرعية. لذا هذه التطورات الآن الحديثة دعت إلى ضرورة إنشاء نظم معلومات إدارية متكاملة بما هو أصبح الذي هو ضرورة التماشي مع المفهوم المعاصر للوظيفة الإدارة، وهي الإدارة بالمعلومات. لذا يشير المفهوم النظم المتكاملة الذي هو نتيجة التطور السريع في صناعة الحاسبات الإلكترونية والتكنولوجيا أدى إلى ظهور ما يسمى بالإنتجريتد إنفورميشن سيستم، الذي هي نظم المعلومات المتكاملة، والتي تمثل مرحلة متقدمة من مراحل تصميم نظم المعلومات داخل المشروع. لذا بدلا من أن يتم تصميم نظام فرعي مستقل لكل نظام لكل إدارة، يتم عمل نظام رئيسي متكامل بحيث ينسق ويجمع جميع برامج التشغيل الخاصة وما يخدم جميع الإدارات على مستوى المنشأة ككل. طيب، إذن السبب الثاني
رغبة المشروعات في تحقيق المزايا المترتبة على تطبيق مثل هكذا نظام، مثل نظم المعلومات المتكاملة هذا. لذا إيش أصبح أن من الواضح والجلي أمام إدارة المنشأة وإدارة الملاك و الأشخاص الذين يقومون على هذه المشاريع أن المزايا التي يمكن أن تعود بالنفع على المشروع في تصميم هذه النظم، وخصوصا النظم المتكاملة، تساعد في تحقيق اتصال كفء وفعال بين هذه الإدارات وكذلك مراكز المسؤولية التي تتبع المنشأة. ومن هذه النتائج أو السمات أو المزايا مثل دراسة الآثار المترتبة التي على القرارات التي تتخذها المنشأة في مستويات الإدارية المختلفة، كذلك داخل المشروع، ودراسة الآثار المترتبة على القرارات التي تصدرها الأجهزة الحكومية الخارجية، تحقيق التناسب بين القرارات التي تصدرها الجهات الخارجية والقرارات التي تصدرها إيش الإدارات الداخلية للمشروع، بشكل يكفل تحقيق الأهداف إيش أهداف النظام العام. لذا تحقيق هذه المزايا الناتجة عن تحقيق المركزية في تصميم قاعدة البيانات، ومن ثم تشغيل البيانات وإعادة التغذية بالمعلومات وتحديثها. إذن هذا يعد إيش السبب الثاني من أسباب تبني أو ظهور ما يسمى بإيش. طيب، وجود نظم معلومات متكاملة أيضا يؤدي إلى تحقيق هذه المزايا التي تكلمنا عنها، لكن بشرط أن تتوافر عدة اعتبارات. ما هي هذه الاعتبارات التي يجب توافرها حتى تكون الاستفادة كاملة من هذه النظم؟ أولا، التخطيط السليم لسريان المعلومات بناء على تحديد الاحتياجات الدقيقة لمراكز اتخاذ القرار. ضروري يكون هناك تخطيط كفء وسليم، وذلك في ضوء الاحتياجات التي اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشنطة بال 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 بالنشاط وبما يخدم المنشأة نفسها. ما تكون شيء يعني التخطيط في وادي وواقع المنشأة والمطلوب من النظام في وادي آخر، ضروري يكون هناك اتساق، إذن يكون ذلك لا يكون ولا يتأتى إلا عن طريق التخطيط السليم. أيضا، التنظيم الداخلي لمركز المعلومات حتى تتضع الاختصاصات والمسؤوليات لكل من يعمل به. إذن هنا ضروري انه ما يكون فيه كلاش، ما يكون شيء فيه تصادم بين ايش الاختصاصات والمسؤوليات. تلاحظ انه مثلا مدير اداره معينه قد تتضارب مصلحته ومسؤولياته مع مدير اداره اخرى، وهذا قد يعيق العمل ويشكل احيانا صدام او صراع داخل المنشاه، وقد يعود بايش بالضرر على اداء المنشاه. اذا ضروري يكون تنظيم داخلي لهذه المراكز. ايضا، الوضع التنظيمي العام لمركز المعلومات، حيث ان تبعات مركز المعلومات للاداره العليا في المشروع يعتبر من أهم العوامل التي تعمل. لذلك ينصح دائما ما يركزوا على أنه ضروري يكون نظم المعلومات عام وشامل كافة الإدارة، إذن مركزية نظم المعلومات، كذلك تبعيتها المباشرة ليش لمجلس الإدارة الذي بيدير إيش ديو أعلى هرم في إيش المنظمة. كذلك آخر نقطة أو آخر شرط من هذه الشروط، الاستخدام الصحيح للآلات والمعدات الحديثة مع الأخذ بالاعتبار طاقة تشغيلها وتكلفة هذا التشغيل بالمقارنة بالنتائج المحققة. وإلى هنا نتوقف. الآن نأخذ طيب، إذن هذه الشروط التي وجودها مجتمعة تساعد إلى تحقيق المزايا أو الاستفادة القصوى من إيش من النظم المتكاملة أو نظم المعلومات الذي هي نظام الحاسب الآلي المركزي، نظم المعلومات الذي يتم عمل لها إيش إدارة مركزية. طيب، إذن نتكلم الآن عن مركزية نظم المعلومات، ويتم تناول هنا لماذا يتم عمل إدارة مستقلة لنظم المعلومات ومن تتبع، وإيش الأهداف من هذا الإجراء. لذلك ضرورة إنشاء إدارة مستقلة للحاسبة الإلكترونية بحيث تتبع مجلس الإدارة بما يحقق مركزية المعلومات، والتي تعد مهمة ومن خلالها يتم ربط الوظائف الإدارية المختلفة داخل المشروع،
وذلك للأسباب الآتية. ما هي الأسباب التي دعت لاتخاذ مثل هكذا أجراء، وما هي الضرورة التي دعت إلى عمل إدارة مستقلة للحاسبات الإلكترونية أو ما يسمى بمركزية تنظيم المعلومات؟ أولاً الرغبة في خلق مركز رقابة يسمح بالمركزية والترابط بين الوظائف، مثل ما تكلمنا أنه معنا في لكل إدارة بيكون نظام، إدارة الإنتاج، إدارة المبيعات، إدارة كذا. هذه عبارة معنا نظم فرعية تتبع النظام إيش المركزي، بحيث النظام المركزي يشكل إيش تكامل ما بين هذه إيش أو ترابط ما بين هذه الوظائف الإدارية، والذي يستدعي بدوره تطوير مركز بيانات مركزي على مستوى المنشأة ككل. أيضا التكاليف المرتفعة للأعمال الكتابية في الإدارات وفروعها، وكذلك وخصوصا ما يتعلق التجارية منها، الذي يتطلب منها تطوير مركز البيانات الآنية التي تخدم وظائف المبيعات، وظائف المخازن، وكذلك خدمة العملاء. أيضا التحسينات التي أدخلت على وسائل نقل البيانات خلال المسافة الطويلة التي أدت إلى إيش معالجة مشاكل إيش النقل، وذلك وتساعد في نقل البيانات بكمية هائلة من مكان إلى آخر بأقل تكلفة وبأسرع وقت. أيضا الحاجة السريعة والفورية لرد فعل الإدارة تجاه كثير من المشكلات التي تواجهها، وضرورة استرجاعها الفوري للبيانات. يعني أحيانا تواجهك مشكلة ما بتوفر لك البيانات ولا بتفهم إن بها موجود مشكلة تواجهها إلا بعد ما يمر الوقت، والسبب إنه ما بتقدرش توصل ليش إلى البيانات في الوقت المناسب بشكل سريع يحدد لك إنك تتخذ الإجراء المناسب ورد الفعل المناسب لمعالجة هذه المشكلة. طيب أيضا يمكن عن طريق استخدام نظم المعلومات عن نظم معلومات مركزية تحسن ترابط الشبكات إيش شبكة الاتصالات بالمنشأة، وكذلك التكلفة العالية. إذا ما تكلمنا التكلفة المرتفعة، أحيانا عندما تعمل نظام مستقل لكل إدارة بيكون مكلف وفي تكرار للوظائف. إذا عندما نتكلم عن لا مركزية ومركزية المعلومات، فخلصوا إلى أن تطبيق مثل هذه المبادئ بالنسبة لما يتعلق بنظم المعلومات يتيح للمشروع تحقيق عدد من المزايا. أولاً تؤدي هذه المركزية إلى إيش؟ إلى وفر في تكاليف تشغيل البيانات. ليش؟ لأنه إذا قامت كل وحدة من وحدات المشروع بالتجهيز أو بتشغيل بياناتها بنفسها، لذلك نحتاج إلى يجب أن تتوفر طاقة تشغيل قد تستوعب أكبر حجم محتمل. يعني مثلاً عندما نعمل نظام لنظم المعلومات، إحنا نعمل في حسابنا إنه نجيب نظام يشغل أكبر حجم متوقع للمبيعات، بحيث أنه قد يستمر فترة زمنية وما يستخدمش الحجم الكامل، وبالتالي بيظل جزء كبير من هذه الأنظمة غير مستغلة استغلال صحيح. لذا يجب تتوافر مثل هذه، مثل ما تكلمت، تستوعب أكبر حجم محتمل للبيانات من الدولة، ولأن معظم عمليات التشغيل لا تستغل الطاقة القصوى لوسائل التشغيل، فإن جزء من هذه الطاقة سيظل معطلا ما يتم استغلاله، وبالتالي اللامركزية بتكون إيش غير مجدية. كذلك تؤدي مركزية نظم المعلومات إلى إيش نقل المعلومات إلى وحدات المشروع التي قد تكون في أماكن متكررة، في أماكن متفرقة جغرافيا، إذ أن هذا الوضع يسمح بالتخطيط الشامل حيث أن المعلومات تكون متاحة بصفة مركزية، مما يساعد على إبراز العلاقات المتداخلة بين الوحدات، وبما يجعل التخطيط المركزي أكثر كفاءة، لأنه بينظر إلى المنشأة ككل واحتياج كل إدارة على حدة، وكذلك كل فرع، وبالتالي بيسهل عملية إيش التخطيط على مستوى المنشأة، وبالتالي أيضا توصيل ونقل إيش المعلومات إلى الوحدات والفروع. إذن هذه أيضا الميزة الثانية. الآن نتكلم عن الهيكل التنظيمي لإدارة التشغيل الإلكتروني للبيانات. طبعا إدارة التشغيل الإلكتروني للبيانات تتوزع على عدة أقسام فنية، يختص كل قسم منها بتنفيذ أعمال ومهام تختلف عن تلك الأعمال التي تنفذها الأقسام الأخرى، وذلك تحقيقا لمبدأ عملية المراقبة الداخلية، وهو مبدأ تفويض السلطة الإداريين لتحقيق أهداف النظام.
طيب كيف هذا الهيكل التنظيمي؟ طبعا لو تلاحظوا الشكل المقابل ويوضح الإدارة المقترح للهيكل التنظيمي للإدارة من الإدارات، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد العاملين بكل الأقسام بكل من الأقسام الفنية والإدارية يختلف باختلاف حجم النشاط. إذا مش ما نقدرش نقول أن القطاع الخدمي هو نفسه الهيكل التنظيمي القطاع إيش الصناعي أو التجاري، يختلف كذلك من حيث هذا، من حيث إيش النوع وطبيعة النشاط، هذا من حيث طبيعة النشاط. كذلك من حيث حجم النشاط، قد تكون خدمي، لكن إيش يختلف حجم كبير متوسط وإيش صغير، وهذا تجده في جميع إيش الأنواع المختلفة للنظام. إذن حجم أولا طبيعة، هذا طبيعة النشاط، وكذلك حجم إيش النشاط. أيضا نوع إيش التكنولوجيا المستخدمة، نوع التكنولوجيا المستخدمة في هذه إيش الصناعة، حاسب المستخدم في التشغيل من ناحية أخرى الذي هي الهاردوير الذي بتعالج بيانات النظام. لو تلاحظوا الشكل هنا معنا، هذا هيكل إدارة الحاسب والتشغيل الإلكتروني. معنا إدارة الحاسب تكون في أعلى الهرم، تتكون من مدير إدارة الحاسب، وتقسم أو يتكون من إيش 5 أقسام. القسم الأول يعنى أو ما يسمى بقسم تحليل وتصميم النظم، وبدوره يتكون من أقسام أو قسمين أو 3، معكم عد محلل النظم ومصمم النظم. مثلا في القسم الثاني والذي هو قسم التخطيط والتطوير، يعين فيه قسم رئيس قسم، يتكون إن واضع خطط البرامج وأي موظفين أخرى لهم علاقة بعملية إيش التخطيط. في قسم المراقبة والإعداد تكون من رئيس قسم وكذلك مراقب آلي يقوم بالرقابة على عملية إيش تنفيذ النظام في إيش الوحدات المختلفة، وكذلك مراقبة إيش هنا مراقبة التشغيل تتكون من يعني حسب طبيعة النظم فنيين وإدار يعني مبرمجين الذي تستدعيه طبيعة إيش وظيفة الرقابة أو القسم. أيضا في قسم الحفظ والمكتبة يتكون معك أمين المكتبة، أكثر من أمين مكتبة أحيانا يكون في نفس الوقت، يقوموا معهم أدوات الحفظ الذي هي بيعملوا أرشفها وترميز ليش بيانات المنشأة. نتناول بشيء من التفصيل هذه الوظائف التي تتكون منها الهيكل التنظيمي للحاسب الآلي. لذلك لو تلاحظوا في الشكل السابق أنه كانت إدارة التشغيل الإلكتروني لها مكانة رئيسية في الخريطة التنظيمية للمشروع، حيث يشرف على هذه الإدارة مدير أو ما يسمى مدير إدارة الحساب. إيش الحسابات؟ إيش مهامه الذي هو عينه؟ لو نرجع للشكل السابق، هذا الذي هو مدير إدارة الحسابات، إيش مهامه؟ إيش بيقوم؟ إيش وظائفه؟ يقوم بعملية إيش التخطيط لجميع أعمال تلك الإدارة، تدبير احتياجاتها البشرية والمادية، توفير مستلزمات التشغيل اللازمة لسير العمل. أيضا يقوم بدور هام فيما يتعلق بالاتصال والتنسيق بين الإدارات لجمع المعلومات إيش اللازمة أو الذي يحتاجها إيش القسم أو الإدارة. أيضا يوضح لمحللي النظم أهداف تجميع تلك البيانات والحقائق. طيب أيضا يشترك في إعداد البرامج المناسبة للتشغيل التي تعنى بحل المشكلات إيش الإدارية. يتبع هذا المدير في الهيكل التنظيمي يتبع مجلس الإدارة بشكل إيش مباشر. لذلك يشترط في من يوكل إلى هذا المنصب أن يتكون يتسم بعض الصفات، منها على سبيل المثال لا للحصر اللباقة وحسن التصرف والابتكار والإبداع، الإخلاص وحب العمل وفن القيادة، بالإضافة إلى أن يكون إيش مؤهل، وهذه مهمة. طبعا يشترط في من يوكل إلى هذا المنصب الدراية الفنية التامة بطبيعة تلك الأعمال وكذلك الممارسة العملية، بالإضافة إلى إجادة فن الإدارة علما وعملا وحسن اختيار لمعاونه.
طيب إذا هذا بالنسبة فيما يتعلق بمدير الإدارة. طبعا الآن نتكلم عن الأجسام الذي ذكرناها في الشكل. معنا القسم الأول يتكون عبارة عن وقسم تحليل نظم النظم وتصميمها. القسم الثاني وهو قسم تخطيط البرامج وتطويرها، كذلك قسم المراقبة والإعداد، قسم التشغيل، وقسم الحفظ والمكتبة. طيب ناخذها كقسم قسم. في قسم تحليل النظم وتصميمها، طبعا في هذا القسم يعنى او يختص هذا القسم بجنب تجميع ايش البيانات والحقائق المرتبطه بكل من النظام. اذا اولا اول عمل له يقوم بجمع البيانات، جمع. طيب في شكل في تسجيلها بشكل مستندات خاصة تكون إلكترونية أو يدوية، ولكن إحنا نتكلم الآن عن أي نظام إلكتروني. في تساعد هذه المعلومات في تصحيح النظام وتوجيه العمل بهذا القسم. لذا يحتاج النظام أو قسم التحليل إلى نوع من الموظفين. النوع الأول وهم محلل النظم الذي هو System Analysis، الذي يقوم إجراء الدراسات التمهيدية والتفصيلية للنظام المطبق وتجميع البيانات والحقائق وتصميم قوائم الاستقصاء للتعرف على النظام الموجود، وكذلك تحديد الأهداف من النظام. هذا بالنسبة للتحليل. إيش هدفهم؟ تحليل، إذن تجميع البيانات واحد، والحقائق اثنين، تصميم قوائم الاستقصاء للتعرف على النظام الموجود، وكذلك إيش ثلاثة، تحديد الأهداف. هذا دور يبدأ بعدين يبدأ بعدها مصممون النظم عند انتهاء محللو النظم، لأن بينطلقوا من بناء على البيانات والأهداف والنظم التي توفرها محللو النظم. يقوم السيستم ديزاينرز الذي هم المصممين بتصميم النظام المناسب للتشغيل الإلكتروني في ضوء البيانات التي تم جمعها والأهداف المراد تحقيقها الذي قام جمعها محلل البيانات، وكذلك تتضمن واجباتهم أجمل تصميم أشكال السجلات والنماذج الخاصة بالتقارير وإعداد الإجراء. إذن لاحظ أنه بتكون من القسم أو النوعين من الموظفين. أولا ذي هم محلل النظم ومصممي النظم. هنا جمع بيانات وتحديد أهداف وما إلى ذلك الذي هي يتعلق بالنظام. والآن يستخدم مصمم النظم هذه البيانات التي تم إعدادها من قبل محلل النظم في تصميم إيش النظام. إذن هذا بالنسبة فيما يتعلق بقسم تحليل إيش النظم وتصميمها. قسم تخطيط البرامج وتطويرها، في هذا القسم يختص وضع الخطط أو تخطيط البرامج اللازمة للتشغيل وترجمتها بإحدى اللغات، لغات المناسبة. قسم تخطيط البرامج الذي هو عن طريق ما يسمى بالمبرمجين، مبرمجين. هذه مهمة البرمجين، يقوموا بتحويل هذه الخطط والبرامج إلى إيش؟ إلى استخدام اللغات المناسبة، مثلاً C++، C++. سي شارب، ار، بايثون، اي اللغات التي تساعد في عمليه بناء ايش SQL وما الى ذلك من لغات البرمجه. من الذي يعاونه؟ رئيس القسم او الذي يقوم بهذه المهام في هذا القسم، الذي هم ما يسمى بايش البروغرامرز، اللي هم مخططي البرامج، او يسمى بايش بالمبرمجين. طبعا هنا تقوم ترجمة الأهداف من أهداف بيانات موضوعة إلى على شكل إيش لغات يتعرف عليها إيش الحاسب الآلي، لأن الحاسب الآلي لا يتعامل معنا بالأرقام ولا يتعامل معنا بالأحرف، له لغتها الخاصة. وهذه اللغات مهمتها عملية بناء هذه وتحويل هذه الأهداف إلى لغة يفهمها إيش الحاسب الآلي في صورة برنامج مستهدف تشغيله، وكذلك تتم صياغته في صورة خريطة تدفق، حيث يتم يسموها الفلو شارت، الذي هو انسياب البيانات.
حتى يتم الوصول الى البرنامج الاخير في الاخير الى برنامج خالي من الاخطاء بعد اخذ جميع المتغيرات ايش في الحسبان. اذا هذه المرحله التي يتم تصميم ايش تخطيط ايش البرامج وتطويرها. القسم الذي يليه قسم المراقبه وايش والاعداد. هنا يتم عمليه ايش المراقبه وكذلك الاعداد. لذا هذا القسم يقوم بتسلم البيانات والبرامج المطلوب تشغيلها. ورقابة تجديد الملفات الدائمة والسجلات ثم فحص النتائج بعد التشغيل. يتم بحيث أنه هل النتائج التي حصل عليها النظام النتائج هي وفقا لما هو متوقع من النظام أو المعيارية الذي طرحناها من المعايير والأهداف. إذا كانت وفقا إذا كانت النتائج وفقا لما هو مطلوب من النظام أو ما هو متوقع منه احنا نقدر نقول ايش أن النظام ممتاز ويسير كل شيء على ما يرام. لذا يعهد إلى هذا القسم مراقبة إعداد البرنامج واختيارها وتجهيز الملفات والأشرطة التي يلزم مثلا تدقيقها هذا في النظم القديمة. كذلك قسم التشغيل يرأس هذا القسم رئيس قسم يعاونه مجموعة من مراقبي الإعداد وإيش والتنفيذ. وننتقل إلى قسم التشغيل حيث يتم في هذا القسم تشغيل الآلات والأجهزة والمعدات المساعدة الأخرى. وقد توكل إليه مهمة تثقيب البطاقات والأشرطة الورقية. هذا يتكلم لك عن نظمية قديمة فيما يتعلق بتثقيب البطاقات والأشرطة. كذلك عن طريق مجموعة من الفنيين ديهم طبعا الكتاب بحاجة إلى تحديث. المعلومات التي فيه لا زالت قديمة لكنه هو المرجع الأساسي والوحيد كمقرر دراسي. يقوم القسم هذا يتبعه مجموعة من الفنيين ذوي الخبرة بشؤون الصيانة والتشغيل الدوري دائما ما يسمون بايش بالمشغلين أو ما يسمى بالأوبريتورز. طيب قسم الحفظ والمكتبة هنا قسم التخزين أو أهم يعتبر من أهم الأقسام بحفظ الشرائط طبعا ما حبش حاجة اسمها شرائط بحفظ الملفات والسجلات التي تحتوي على البرامج المختلفة التي يتم تشغيلها وكذلك الاحتفاظ بنسخ أخرى من الملفات أو اللي يسموها ليش باك أب. طبعا الآن قدم ما عبش حاجة اسمها شرطة به وسائل مختلفة الذي هنا الهاردات الذي بتكون سعة تخزينهم بتكون هائلة جدا. كان أول عبارة عن فلوبي ديسك وأقرص مغناطة قديمة أثى عليها الزمن. الآن تكلم عن الكلاود اللي هو التخزين السحابي وكثير من الوسائط المختلفة لعملية التخزين. طبعا يرأس هذا القسم يعني يكون هناك معين شخص رئيس قسم للحفظ والمكتبة. كذلك هناك يجب أن يتوفر في هذا القسم مجموعة من الفنيين المختصين في شؤون ايش الحفظ حفظ المكتبات والتصنيف والترميز لترتيب البيانات ووضعها في بشكل آمن حتى يسهل الرجوع إليها في الوقت المناسب. بهذا نكون قد ختمنا محاضرة اليوم وتكون المحاضرة قصيرة جدا ونكون غطينا الحمد لله والشكر لله غطينا المنهج كامل الذي هي عبارة عن 3 وحدات تناولنا فيها النظام وأنواعه تكلمنا عن دوره في وظائف الإدارة واليوم تكلمنا عن مركزية ولا مركزية وخلصنا ان المركزية بتكون الخيار الامثل لانها بتلبي احتياجات ايش جميع المنشآت بكافة انواعها كذلك احجامها. والان موضوع النقاش مطروح لكم اذا لكم اي سؤال فيما يتعلق بما تم اخذه في المحاضرات السابقة تفضلوا اطرحوا. سارة قالت كل شيء واضح. اذا تمام إلى هنا نختم المحاضرة الثالثة وبهذا تكون آخر محاضرة في المحاضرات نظم المعلومات محاسبية 1 للفصل الثاني من العام الجامعي 2022-23. شكرا لحسن إصغائكم. أتمنى أن تكونوا وفقت في طرح ما يفيدكم وأتمنى لكم النجاح إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.